تحية حب لكل مشاهدينا في كل مكان، متابعي قناة هنا بغداد الفضائية، وخصوصا متابعي برنامج أجتك رسالة. نحن مستمرون وياكم في حلقة جديدة من برنامج أجتك رسالة. خليكم ويانا، راح تشوفون جوائز قيمة وأيضا أسئلة كثيرة. وين ما راح تكونون راح تجيكم رسالة من قناة هنا بغداد من برنامج أجتك رسالة. خليكم ويانا. منو منكم يتمنى تجي رسالة؟ كل واحد بينا يتمنى تجي رسالة، وكل واحد يتمنى الرسالة تجي بطريقة وبأخرى. واحد ممكن يتمنى تجي رسالة عن طريق ساعي بريد، وواحد ممكن يتمنى تجي رسالة عن طريق الإيميل، وواحد ممكن يتمنى تجي رسالة عن طريق المسج الموبايل. لكن احنا رسائلنا عبارة عن ظرف يحمل أول حرف من اسمك، وداخل كل ظرف راح يكون هناك سؤالين أو ثلاث أسئلة. كل سؤال 50,000 دينار عراقي من قناة هنا بغداد الفضائية. طبعا وسيلة مساعدة واحدة مثل ما تعرفون انه انت تستعين بصديق او باي احد موجود هنا ممكن يحاول يحلك هذا السؤال. خليكم ويانا وخلي نشوف هاي العائلة اللي متواجدين هنا. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا استاذ. اسمي كريم. انا مهندس فراس. مهندس فراس، شلون صحة؟ الله يبارك فيك. تعال شلون. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا. اسمي كريم. الله. هبه ماجد. هبه. والحلوات شلون؟ طيبه. وانت شو اسمك؟ هلا زينة وطيبة. مهندس ماجد شلونك؟ مهندس فراس. حياك الله. فراس شلون صحتك؟ الله يبارك فيك. فراس، برنامج جتك رسالة من قناة هنا بغداد. اهلا وسهلا. اليوم جتك رسالة. يلا خلينا نشوف الرسالة ايش تحمل لك. راح نعطيك المايك. تخش المايك بيدك. فراس، منو اختار لك هذا الاسم؟ طيوبة. انا اسمي اسمك طبعا والدي الله يرحمه. والدك الله يرحمه. احنا صراحة ندور اسم فراس. حرف الفاء. حرف الفاء. عجبك اسم فراس؟ اكيد طبعا. شنو يعجبك؟ هو اولا فراس معناه من الفراسه، من اسماء الاسد. أه. اللي هو كثير الافتراس. تمام. بتجديد الراء. تمام. وياتي من الفروسيه ايضا. حلو. يسمى فراس وفراس وفارس، يعني من مشتقات الفروسيه عموما. حلو. يعني انت يعني عندك معلومات كامله عن اسمك؟ اكيد ان شاء الله. زين، ما فكرت في يوم من الايام تغير اسمك؟ لا لا طبعا ما فكرت. انا اسالك يعني يكفيني اعتزازا بي بانه والدي سماني. اذا فراس، هذا حرف الفاء فراس. خلينا نشوف الاسئله الموجوده هنا. قرب لي المايك. انت مستعد؟ ان شاء الله مستعد. عندنا اسئله. كل سؤال جاوب عليه 50,000 دينار. عندك وسيله مساعده واحده، ممكن تستعين بزوجتك، وممكن تستعين باطفالك، ممكن تستعين باي واحد تقوم ويانا ممكن يحاول يسهل لك السؤال. ان شاء الله ان شاء الله. ممكن تستعين بيك ولا لا؟ ممكن. خلينا نشوف السؤال شو يقول. سؤالك يقول يا فراس، يا فراس، سؤالك يقول: ما هو البيت الذي ليس له أبواب ولا نوافذ؟ طبعا بيت الشعر. حلو، بيت الشعر. إجابة طبعا صحيحة. جاوب فراس على هذا السؤال. فراس يعني عندك معلومات كافية. والله يعني من قال يعني من قال إنه يعلم كل شيء فهو لا يعلم. حلو. بما أنه أنت مهندس وجاوبت وهو بيت الشعر، جوابك صحيح. طبعا إن هذا السؤال راح نعطيك إياه تحتفظ به. بما أنه أنت جاوبت راح تاخذ وياك على يبقى ذكرى، وراح نعطيك جائزة 50 ولا طبعا 50,000 دينار راح تحصل عليها. إن شاء الله يا ربي رمضان مبارك عليكم وكريم على كل العراقيين. يعود عليكم وعلى جميع العراقيين بالخير والسلام إن شاء الله. 5 وهذه 50,000. شكرا لك. فراس، شو تحب تقول قناة هنا بغداد برنامج جتك رسالة؟ والله أشكركم وشكر جزيل، وإن شاء الله أتمنى القناة الموفقية والازدهار، وإن شاء الله الأمان والسلام لكل العراقيين والوحدة للعراقيين جميعا. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. فرصة سعيدة. شكرا جزيلا. يلا مبروك عليكم. إذا المشاهدين أحبة طبعا مثل ما شفتوا فراس وصل ويانا إلى جواب. خليكم ويانا راح ننتقل إلى مكان آخر. تعالوا. على عنادك يا الأزمار، أريدك تنسى اسم وتنسى عنواني. على عنادك يا الأزمار، على عنادك يا الأزمار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون الدياب الهوى؟ والله زين. يا زوب النصر. انت هنا على الدياب الهوى؟ ان شاء الله. اسمك؟ سيف. سيف. سيف من سماك سيف؟ الله أبويا. أبوك؟ مقتنع انت اسمك؟ الحمد لله. طبعا اذا سيف يعني بعد شي سيف. شنو معنى كلمة سيف؟ سيف هي معناته الحسام الوسام. حلو. ايه. يعني السيف. ايه سيف. على السيف. اي نعم. اوكي. سيفك مش المايك. احنا برنامج جتك رسالة. نعم.
الرسالة اليوم وجدتك لا عن طريق الحبيبي عن طريق المسيج ايه؟ ولا عن طريق الإيميل، اليوم وجدتك رسالة خاش حاجة سيف، راح ندور حرف السين ونشوف سيف شي خبيلك هذا الحرف. الله أعلم، أنت الآن ممكن تربح ويانا 50,000 دينار، ممكن تربح 100,000 دينار، وممكن تربح وممكن ما تربح. هو حظ على قولتك حظ، ويعتمد أيضا على المعلومات العامة والتركيز. حرف السين حرف السين حرف السين حرف السين، بس يطلع ماكو، عشان يطلع ماكو حرف السين. لا لا ما عارف الحرف، حرف السين. سيف 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 سيف، خلينا نشوف شي خبي هذا الاسم. ما حاولت اليوم تغير اسمك؟ لا. ليش؟ احسن. انت متزوج؟ اي نعم. قد عندك اطفال؟ 2. 2. شنو اسمائهم؟ رند ومحمد. رند ومحمد. يا جماعه الخير، وين راح حرف السين؟ نسوي قرعه؟ لا والله هي مو قضيه قرعه، بس تعرف الاحرف 28. انا اتصل عليه ونشوفه وين. مو بالله؟ ايه. يلا اتصل لنا عليه. ما في احد يعرف رقمه؟ حرف السين حرف السين حرف السين. يا جماعه الخير، حرف السين طار. زين، ممكن احنا نباوع من هنا نشوف حرف السين. سيف والله شوف، خليني احكي لك قضيه. إذا لقينا لقينا، إذا ما لقينا تجي تسوي؟ تنتظرنا على الحلقة الجاية. متحمل؟ على قالب الثلج. حلو، حكيت على قالب الثلج. اسمع، وين صرت دخيلك؟ بدو أروح لك. لا لا، هاي ترى مو تحشيش، ترى ما عندي أدور على العرب هذاك. زين، ممكن نستعين بصديق؟ إيه عادي. يدور ويانا؟ عادي، هذا عدي وراك. وين عدي؟ تعال عدي مرتاح. هذا عدي استاذي، هذا وراك. هلا عدي، شلونك؟ شو اسمك انت؟ عدي. طبعا حرف السين استوى، كان عندنا وين راح ما ادري. تمام، حرف السين. يا جماعه الخير، وين المساعدين؟ تعال دهرون على حرف السين. خفا بما انه سيف ما لقينا حرف السين، ما نعرف وين صار، يمكن نطبقين ظروف واحد ويا الاخر. راح نسالك لك مكانه. اوكي نعم. يلا عدي اكمش المايك. من سماك عدي بالاول؟ الوالدة غير اكيد يعني. تقدر شوي يسمعنا فتشي بما ادور لك على حرف العين؟ ما اعرف يعني. ابد ولا طقه؟ ابد ولا طقه. صدق كذي؟ نعم. شو اشتغلت؟ موظف بالبحيره. اوكي، موظف بالبحيره، واحنا ندور على، سبحان الله، تحط حرف السين. ندور على حرف العين، تحط حرف السين. هاي ما الله في حال اذا فزت نعم راح يكون شك سيف ما يحس يسوي. هذه من العلاقه ماكو فرق. اوكي سيف، انت راح تنتظر. اوكي خلينا نشوف عدي، لو نجي وياك انتظر عدي، انتظر خلينا نشوف سيف، لان سيف اخرنا. اكمل سيف، صار له ساعه دور على الحرف، ما ادري وين اختفى. هذا حرف السين احمد ابو فوز، تشوف؟ اي هذا حرف السين، هذا سيف، هذا كله سيف. والله عمي سيف، والله عمي هوايه. يلا خلينا نشوف سيف 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 سيف. تختار ان اكو 4 الوان. نعم، او اي 3 الوان. الصفرة طبعا دائما يتفاعلون بالصفرة. اكو 3 اسئلة بهذا الظرف. نعم، خلي يركز عليه المصور احمد وغوز. هذا واحد، هذا الثاني، وهذا الثالث. اوكي نعم. احنا هسه هاي بس الاسئلة، طبعا اجوبة من بينه. راح اخليك انت اليوم تختار واحد من هذه الالوان، شي عجبك غير تطلع تطلع. طبعا يا جماعه الخير، هاي بيها امي، اختار واحد من هاي الالوان. خير الامور اوسطها. يلا اوكي اوكي، يعني البرتقالي. اوكي البرتقالي، البرتقالي يقول السؤال، ركز وياي. سؤالك يقول: اين ومتى عقدت اول قمه عربيه لاتينيه؟ اين ومتى عقدت اول قمه عربيه لاتينيه؟ شو لك بالسياسه تزين؟ يعني مو يعني. يعني اكو واحد مو سياسي بهالوضع هاي. هي واحده من الاثنين، لو ما صلوا الجزائر. لاتينيه لاتينيه جزء لاتينيه اشق هدومي اعيط. وين حكيت لك؟ ها؟ احنا لسه جايك يوم، ما تروح من عندي فرنسا؟ يوم ما تروح اليوم لاتينيه. مصري؟ انت مصري؟ ماكو ماكو خيارات؟ ماكو خيارات؟ ماكو خيارات. وانا وسيلة مساعدة؟ ماكو، انت وسيلة مساعدة، ممكن تستعين بعدي. عدي على عادي، عدي يستعين بيك. نعم. هو فسؤاله يقول: اين ومتى عقدت اول قمة عربية؟
ممكن تساعده تجاوب له يعني، وهو ياخذ 50 مو انت، لان يعني انت سؤالك واحد. يعني وين باي يعني باي دوله؟ اي باي دوله؟ لا قمه يعني عرفت قمه؟ بقول لك اول قمه عربيه لاتينيه. ايوه متى عقدت؟ يعني تقول لي اين؟ تقول لي مثلا على سبيل المثال في مصر. نعم. متى؟ تقول لي 1965 على سبيل المثال، اوكي؟ نعم. اريد السنه واريد المكان اللي عقد بيه يا مدينه. اول 1949 دقيقة ابو 1949 ما رايحين طبعا سريع ولا احداث فلسطين تقريبا من صارت غزوة على فلسطين عند عقدة اول قمة عربية. هاي معلومات خطيرة يا جماعة الخير، معلومات خطيرة. طبعا سياسي محنك سيف، انا افضل من وجهة نظري ارجع اشتغل عادي يا واحد. تعال علي تعال تسمح صاحبك؟ نعم. تسمح تصريحات خطيرة؟ نعم. يلا ما اعرف ما تعرف؟ نعم. حلو. متواصلين وياكم في برنامج اجتك رساله طبعا، ونتجول وياكم ويا عوائلنا الكريمه. السلام عليكم. شلونكم عيني؟ شلون صحه؟ اولا رمضان كريم ان شاء الله مقدما، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. اسمك كريم؟ جنان ستار. جنان، احنا برنامج اجتك رساله، طبعا رساله راح تجيك لا عن طريق ايميل اكو خيارات؟ ماكو خيارات، انت عندك قلت لك هي الخيار الوحيد وسيله مساعده وحده ممكن تستعينين بالخواتم اللي عندك. اكبر غده انفاويه اخذ المايك وتمشي عليهم سيليهم وحده وحده. اكبر غده انفاويه شباب حلو الرقيه. يلا سيليهم واخذي ارائهم، اخذي ارائهم واصبوا على جواب. اكبر غده انفاويه شباب ماكو معلومه؟ لا لا شنو؟ يلا جنان ما اعرف ما عرفتي؟ لا ما عرفنا. زين ما تعرفون الجواب؟ لا ما حضرتني. ما عرفتوا الجواب؟ لا ما عرفت الجواب. اوكي نختار واحد من البنات. يلا انت رشحي، بما انه انت ما جاوبتي رشحي منه نختار. ما اعرف انت شوف ياهم. لا انت ترشحي وحده. مناسبه عيد ميلادها منوره. من هي؟ منار. عيد ميلادك اليوم؟
كل عام وانتم بخير تحقيق الامان ان شاء الله يا رب. اسمحوا لنا خلي اوقف هنا بالنص صوره صوره شباب حلو يا ربي مليون سنه ان شاء الله. اتمنى لك موفقيه ان شاء الله وحياه سعيده والله يديمها عليك وعلى العائله الكريمه. منار هذا المايك لك اوكي. راح ندور انا وياك هسه على حرف الميم اوكي. ام ام والله اوكي ميم يلا اوكي. ميم لو ام ميم اوكي. ميم لو ام ميم. منار اسمك من اختار يعني فتشي العالي العالي اوكي. احنا بندور انا وياك بحرف الواو هذا القاف هنا بغداد الفضائية برنامج التفصالة هاي بالظرف ولا يهمك تفضلي اوكي يلا ونتمنى لك التوفيق يا ربي وكل عام وانتم بخير. شو تحبين تقولين من خلال قناة هنا بغداد الفضائية برنامج جدتك رسالة؟ يعني اشكركم وما اعرف يعني ما اعرف اني اول مره دا اشارك يعني ما انسى هيك شيء مساعده الخوازين. ممكن تجون هنا بنات ونحتفل سويه بعيد ميلاده اوكي. يلا تعالوا هنا تقربوا يلا تعالوا تعالوا هنا تعالي 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 يلا البنات وياكم يلا تعالوا بنات تعالوا احتفلوا وياها. ليش ما يعجبون يحتفلون وياك؟ يستحيون لو مزعليش واحده من اثنين مزعلتهم انتي. يلا شو تغنوا لها شباب؟ يلا بنات حبيبي زيتون يا حبيبي زيتون من نور ان شاء الله كل عام يلا كل عام حبيبي زيتون حلو نراد لهم كوره يلا اتمنى لك التوفيق شكرا العافيه وخير. اذا هذه الاجواء الجميله وايضا هذول الاطفال الحلوين وخواتنا العزيزات يا ربي نتمنى التوفيق لكل العراقيين ورمضان كريم لكل العراقيين. خليكم ويانا في برنامج جتك رسالة. تعالوا يانا يلا باي باي. صدقين أذوب 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 لما أنت لزميني أذوب لما أنت حاجيني أذوب أنا وياك إذا مشاهدينا مستمرين معكم في برنامج جتك رسالة. طبعا جتني إشارة ومعلومة أنه هذول الشباب الحلوين اللي قاعدين هنا طبعا عندهم مواهب عجيبة غريبة بما أنه هم هنا قاعدين يبيعون بطاقة تذاكر. سلام عليكم. شو اسمك؟ حسن. حسن أنت قبل شوي سوينا لك لقاء بس جتني معلومة خطرة عليك جدا وهي قالوا شايل صوتي جدا حفلة ترى حفلة لا تفلي فتشي رهيب والله. وانت
قالوا عليك تقلد. اقلد وشعر من ذات وشعر. حلو. طبعا هاي الحلقه الا مش ممكن واحد يقلد. يا اصوات تقلد والله الفنان ماجد ياسين عظيم. تحياتنا للفنان ماجد ياسين، نقول له كل عام وانت بخير، رمضان كريم على كل العراقيين والفنانين والاعلاميين والسياسيين وكل العراقيين يا رب. انت قالوا لي عليك تغني بس ما دب عليه دب عليه دباوع مشروع. اقول له شنو شنو ما اقدر بقول كلينس. شباب شباب مساعدين كلينس جيبوا لي. الاخ هنا طبعا عرق لانه استحى من الكاميرات. هذا كلينس. تفضل تفضل تفضل. يلا يلا اوكي اوكي. استرخي استرخي. انت مشروع مطرب ناجح راح اطق لسه. مريض ما اقدر والله. لا تقول لي مريض. والله مريض. اخو فنان ايمن الطيب. ايمن الطيب اوكي. يلا هسه راح ابلش هنا وارجع لك. حضر نفسك. يلا قلدني. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم، ونقول لكم مساء الخير ببرنامج حلو ولطيف. أنت شو اسمك؟ أنا اسمي حبيب. حبيبي شلونك؟ شو ماكو؟ شو ما تجي؟ والله شو أسوي؟ موجودين بالشغل الصبح. وين أنت؟ أنا قناة هنا بغداد. هنا بغداد والله خوش قناة، ونرحب بكم وأهلا وسهلا. شكرا جزيلا. حبيبي أهلا وسهلا. شكرا. إذن تقليد جميل وحلو. بعد شو تقلد يا فنان؟ أو يا مطرب أو يا صوت تقلد؟ والله هو بعد يعني دا اشوف اتابع واحاول انه اطور هاي الموهبه. حلو موهبه حلوه جميله ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. يلا خلينا نشوف هنا. خلني لا تقول لي ما اقدر. والله ما لا هو قلت انت لازم تغني. كون يمك الف النيال اللي ينام يمك. انا احبك واحب كل حرف باسمك. انا احس اجرى سوى دم ويا دمك. كون يمك. اوكي. سبحان ربك مخلوق انت مية على مية. رش على قلبك وفا وعلى الروح حنية. وطاك واهص طفل وعيون حورية. بس عافك بلا بخت وتورطت بي. الله الله. جاوب جاوب. موال اي شيء جاوب. وانت يمي وانت يمي وانت يمي وانت يمي الدموع لبعان انتهى. وانت يمي روح معاني معان البشر. الله. يلا جاوب. السنابل لا تظن تنفع بلا حب. وجهنم تصير الدنيا بلا حب. هم شفت احد يحب بلا حب. وانا احبك يا حبيب مو بداية. شكرا جزيلا. شكرا لكم شباب. حبيبي طبعا. شكرا شكرا جزيلا شباب. اذا مشاهدينا وصلنا معكم الى ختام حلقتنا، ونشكر الشباب طبعا على هذه المواهب الجميله الغنائيه والشعريه والتقليديه. وصلنا معكم الى ختام حلقتنا من برنامج جدتك سالم. انتظرونا في حلقات قادمة من برنامج جدتك رسالة. وهذه أجمل تحيات كادر البرنامج بدون استثناء. وهذه أجمل تحياتي أنا في التقديم حبيب محمد. إلى اللقاء.